ركله جزاء على طول ميخيل انخل مونتيس والنجم الكبير خافيير هرنانديز. الثلاثيه ولا ايه؟ الهاتريك ولا ايه؟ الخماسيه ولا ايه؟ هنشوف ونتابع. ادي خافيير هرنانديز يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا فنان يا قدير. جول 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 جول. الجول ده جول مزيكا، الجول ده جول مزيكا. الخماسية للمنتخب المكسيكي والثلاثية للنجم الكبير المكسيكي الهداف السوبر وهو النجم خافيير هرنانديز، عشان النهاردة يسجل الثلاثية الهاتريك. النهاردة هو أول هاتريك في هذه البطولة، والهاتريك بقدم النجم الكبير خافيير هرنانديز في مرمى المنتخب.